أنا تغريد سمعان من حمص، وقضيت من عمري فترة بحمص ورحت على الشام وقعدت شي 20 سنة بالشام. كان عندي صالون حلاقة ستاتي، وبهي الأزمة اضطريت إني أسكر هذا المحل. وبهي الفترة صار عنا حدث كتير مؤلم، فقدت إخواتي صبايا وأمي، فقدتهم بتفجير، وماما من كتر حزنها وألمها ما تحملت هاي الصدمة، فكمان ماتت بعدهم بشي شهرين. اجتني فكرة إنه اعمل مشروع اشغال يدوية بخص الستات اللي مثلي، اللي قعدوا بلا شغل وعندهم ألم ومأساة كبيرة. في عندي كانت 3 أهداف لهذا المشروع. أول شيء هاي الست تلاقي فرصة عمل تعيش منها بكل عزة نفس وكبرياء. ثاني شيء أختي اللي ماتت حبيت أني أحيي اسمها بطريقة، فعملت اسم المشروع على اسمها عطور. والهدف الثالث هو إحياء لشيء كان يجي السايح ياخده من عنا ويروح فرحان فيه، حبينا نعمله ونحن بنودي لك إياه لعندك. لا أنا إلي شهرين جاي على بيروت، وبهالشهرين عم فكر أعمل معرض كرمال سوق هالأغراض، ولأنه قعدتي مانا طويلة بدي أطلع على أمريكا، وبعدين بدي أرجع ضلني أتواصل مع الستات وضلني كملة بهالمشروع بكل محبة بكل عطاء. الطاقة اللي جواتنا هالألم فرغناه بألوان حلوة، بفرح، بحزن، بكل قطبة فيها محبة وكل غرزة فيها عزة.